في الاستوديو معي المذيعة في قسم الاقتصاد في العربية نادين هاني. نادين أهلا بك معنا. تفاصيل هذا الممر ولماذا الهند؟ مساء الخير ميسون. لا شك بأنه هذا كان أعلانا تاريخيا صدر عن قمة مجموعة العشرين اللي عقدت بالهند مؤخرا. لعل أبرز ما سمعناه من هناك كان توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة من الدول لإنشاء هذا الممر الاقتصادي، أطلق عليه اسم إنديا ميدل إيست يوروب إيكونوميك كوريدور. فهو جسر اقتصادي يمر أو يربط ما بين آسيا، الشرق الأوسط وأوروبا. قبل أن أتحدث عن ما هو، أولاً ما أهميته؟ أهميته أنه بيسرع مرور البضائع، كما قال سمو ولي العهد أنه بثلاثة إلى ستة أيام أسرع أن تذهب البضائع على سبيل المثال من الهند إلى أوروبا. أورسولا فوندرلاين تحدثت بأنه رح يخفض السرعة ب 40%، وفي مصادر صحفية بتتحدث أن التكلفة رح تكون أقل ب 30%. هلأ كما نرى على الخارطة، هو عبارة عن ممرين، ممر شرقي بحري يربط الهند بموانئ الإمارات، ومن ثم ممر شمالي بري تذهب البضائع من موانئ الإمارات برا عبر السعودية عبر سكك الحديد شمالا نحو الأردن، ومن ثم إلى ميناء حيفا، من ثم إلى بيريوس في اليونان، ومن ثم تذهب إلى أوروبا. الدول اللي وقعت على مذكرة التفاهم هي الهند، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والمفوضية الأوروبية. اليوم لماذا نتحدث عن الهند؟ لأنه نحن بنعرف ميسون، صار لنا سنين نلبس أشياء ونستخدم إلكترونيكس كلها صنعت في الصين، ميد إن تشاينا. صحيح. اللي حدث أنه الشركات الدولية كانت دائما تبني المصانع لها في الصين لأنه تكلفة الإنتاج ضئيلة. هذا ما اعتدنا عليه بالعهود الماضية، بالديكيدز الماضية، يعني السنوات الماضية. اللي حصل خلال هذه الفترة هو أمران. أولا الصين كان فيها فقر مدقع، ومع التنمية الاقتصادية اللي صارت بالمصانع هذا رفع من القدرة الشرائية للناس ورفع الرواتب. نعم. بالتالي اليوم إذا نظرنا بآخر كم سنة بالصين، ارتفعت المانيفاكتشرينج ويجز، يعني ما يدفعونه للعمال، ضعف من 2013 ل 2022، وصلت ل 8.27 دولار بالساعة. إذا منقارنها بالهند، بالهند بعد 3 دولار بالساعة، أو بفيتنام دول المجاورة. فإذا اليوم الدول عندها انسنتف تنقل المصانع إلى دول ذات تكلفة أقل. ثاني أمر حصل هو النوليدج ترانسفير، يلي خلى أنه الصين صار عندها عمالقة مثل هواوي، مثل مصنعي السيارات الكهربائية، وهي بدأت تشكل خطر على الدول الغربية. لذلك بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة. صحيح. والصين. حرب مستعرة، يعني حرب مستعرة. وبالتالي الشركات المالتي ناشونالز اللي بدها تأسس مصانع بالصين اليوم عندها مشكلة السانكشنز الأمريكية، ما فيها تستخدم مايكرو تشيبس مثلا، هي بيتندت أو فيها ملكية فكرية أمريكية. ومن ناحية أخرى صار غلي عليها، ما بقى في كوست أدفانتج. فمن اليوم مثلا إذا نظرنا إلى أبل، مصنع أبل فوكس كون، بحسب الإيكونوميست كانوا يصنعوا واحد من كل 20 تليفون بالهند بال 2022، بال 2025 رح يصير واحد من كل 4 هواتف بالهند. لذلك الهند عم تتحول لقوة صناعية. هون السعودية، يعني السعودية معروف عنها أنه هي في القلب، هي التي تربط آسيا بالغرب. إلى أي حد هذا الممر يتواءم مع رؤية 2030 التي يعني منذ سنوات تعمل السعودية حتى يعني تكون مركزا لوجستيا يعني لهذه الشركات؟ يتوائم تماما. إذا نظرنا إلى رؤية 2030، أحد أهداف الرؤية هو تحويل السعودية إلى مقر صناعي ولوجستي. لماذا؟ لأنه موقعها الجغرافي ما بين آسيا، أفريقيا وأوروبا تجعل المملكة تلقائيا عند المؤهلات لأن تكون لوجيستيكال هاب، يعني مقر لوجستي. واحد من برامج الرؤية اسمه ندلب، ناشونال اندستريال ديفلوبمنت اند لوجيستكس بروجرام، برنامج تنمية الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. هذا انبثق من الرؤية من 2019 عم يعملوا عليه. أجزاء أساسية منه هي مثلا سكة القطار. صحيح. اللي عم نحكي عنها، اللي هي أصلا هلأ بدها تربط بهذا الممر، بدها تنقل البضائع موجودة الآن، هو تم العمل عليها، فبالتالي هي جاهزة. بعد في جزئية قصيرة مش جاهزة بحسب إذا عم نقرأ على الخريطة كيف بدها تروح البضائع. من ناحية أخرى البرامج are in place لحتى يقوي الصناعة ويقوي اللوجيستكس. وهون في أمر مهم جدا ميسون، نحن لا نتحدث فقط عن نقل بضائع. كما ذكر سمو ولي العهد، اللي عم نتحدث عنه الممر الاقتصادي هو
كابلات بحرية تنقل كابلات اتصالات وكهرباء وبايبلاين يلي هي أنابيب تنقل الهيدروجين. وهون سؤال نادين، يعني السعودية هي مجهزة، يعني الانفراستراكتشر مثل ما بيقولوا البنى التحتية يعني موجودة عندها، وهذا رح يسهل هذا الموضوع والناتشرال ريسورسز يعني المواد الطبيعية. خلينا أقول لك أنه هذا الموضوع رح يجعل من السعودية تلعب دور مهم جدا بأمن الطاقة الأوروبية أولا، ليس فقط عبر صادرات النفط والبتروكيماويات ولكن أيضا الطاقة النظيفة. يعني اليوم العالم كله عم يذهب نحو الطاقة المتجددة. السعودية عندها أرامكو عندها هدف أنه تنتج 11 مليون طن في العام من الأمونيا الزرقاء بال 2030. أيضا السعودية مضيت مع Air Products الكندية لمشروع ب 8.4 مليار دولار بنيوم لإنشاء أكبر بروجكت للهيدروجين الأخضر. فإذا المملكة لأنها عم بتصدر وعم تستثمر بالهيدروجين رح تصير تقدر تأمن لأوروبا هذا الممر أو هي الأنابيب اللي بتنقل هالهيدروجين، وأيضا الطاقة ما بينه وما بين الهند الطاقة اللي هي معمولة بالطاقة الكهربائية عذرا اللي هي مستنده على مصادر طاقه نظيفه، لانه كل العالم عنده اهداف الان بالنسبه للحياد الصفري. فبالتالي من هنا اهميه المملكه كونها بالمنتصف، اذا بدك بالنص ما بين القارتين لان تلعب هذا الدور. هي القلب حقيقه. طيب هناك ايضا امر اخر تطرق له ولي العهد وهو موضوع الناتج المحلي غير النفطي. اعتبر انه السعوديه راح تكون هي ثاني اسرع نمو بعد الهند. بهي النقطة بالذات ما أهمية ذلك؟ هذا أمر مهم جدا ميسون، لأنه العام الماضي بال 2022 السعودية كانت الأسرع نموا بالمطلق بين دول مجموعة العشرين، سجلت نمو 8.8%. فبالتالي العام الحالي القطاع النفطي عم يشهد بعض التراجع، لأنه هي دخلت مع أوبيك بلس بتخفيضات إنتاج للمحافظة على الستابلتي تبع أسعار النفط. ولكن النمو الناتج غير النفطي واللي هو أصلا من أهداف رؤية 2030 هو تنويع الاقتصاد خارج النفط. فبالتالي اليوم كوننا عم نتحدث عن نمو الناتج غير النفطي أنه رح يكون الثاني أسرع نموا ما بين دول مجموعة العشرين من بعد الهند بحسب ما ذكروا. يعني هي كانت ملفتة بكلام سمو ولي العهد انه راح يكونوا ثاني اسرع نمو من بعد الهند. هذا بدل انه بدات برامج الرؤيه تؤتي ثمارها بهذا النمو الاقتصادي. قبل ان اود العوده الى موضوع الممر الاقتصادي، في نقطه مهمه ميسون نحن نتحدث عنه، ولكن هو تم توقيع مذكره التفاهم من وقت قريب جدا. صحيح. بالتالي تجدر الاشاره الى انه كل ما نتحدث عنه بعد لم يصدر تكنيكال ديتيلز عنه مفصله. هو الان هن قالوا انه خلال شهرين رح يصير في دراسة تمويله، لأنه هذا أكيد بده تمويل، وأيضا رح يصير في دراسة تقنية لكل الجوانب، الجمارك والريجولاتوري إيشوز، يعني بدي كلها هي تكون متساوية بين الدول. ولكن يعني كما يعني تجري الأمور يبدو بأنه أسرع من المتوقع، يعني كما أيضا قال ولي العهد أنه أسرع من المتوقع. شكرا جزيلا نادين على كل هذه التفاصيل والمعلومات، دائما نسعد بوجودك معنا. شكرا ميسون.